احنا اليوم قمنا بواحد الاضراب على الصعيد الوطني بعد اتحاد النقابات الست على كلمه واحده بان المنظومه الصحيه غاديه في التدهور خصوصا في القطاع اللي تهمنا احنا. لذلك احنا المطالب ديالنا هي مطالب مشروعه. كنطلبوا عداله، العداله في العداله الضريبيه، لان الطبيب ولا كيخلص الضريبه اكثر من اي مواطن او من اي شركه اللي موجوده في المغرب. ثانيا كنطالبوا بالقضاء على الممارسات اللا قانونيه ديال الطب، لان كاين واحد مجموعه ديال المشاكل اللي كنعانيوها مع العشابه او مع المشعوذين اللي دابا ولاو كيظهروا واللي ماشي كيكرفصوا على الاطباء ولكن كيكرفصوا على المواطن. لان كيولي كيكون مثلا المواطن انه مثلا يقدر يتعالج في البدايه ديالو، كيمشي كيتعاطى مثلا العشوب وداك الشيء هذا، كيولي خارج على حوايج اخرى وكيولي كيتفاق من المرض ديالو، يعني ما كيوصل عند الطبيب حتى كيوصل لواحد الحاله اللي شويه صعيبه. بالنسبه للمطالب الاخرى كنطالبوا بالتغطيه الصحيه والتغطيه الاجتماعيه ديال الاطباء اللي فعلا اللي ما عندناش، اللي ما كنا اللي القانون خرج ولكن المراسيم ديال التطبيق هي مازال ما خرجتش. كنطالبوا كذلك باش تكون عندنا واحد المسار اللي كنسموه الباركور كوردوني دي سوان، يعني المسار الطبي، ان المريض خاصو يدوز ولا بدا من عند الطبيب العام عاد يمشي عند الطبيب الخاص، وهذا الشيء هذا اللي خاصو في صالح المواطن. احنا اللي بغينا نقولوا اننا ما تنديروش الاضراب من اجل الاضراب، ولكن تنديروا الاضراب لحقاش عندنا مطالب اللي هي مطالب معقوله واللي تتعود اولا وقبل كل شيء بالخير على صحه المواطن. من المطالب اننا حنا كاطباء القطاع الخاص وايضا راه المسؤولين على المصحه ديال القطاع الخاص تكلموا عليها، انه بغينا نخرطوا في المشروع ديال الرميد للانجاح ديالو واللي اكد عليه صاحب الجلاله نصره الله في الخطاب ديالو ديال العرش ديال 30 جويلية 2018. هذا الطلب الاول. الطلب الثاني هو اننا تنقولوا بانه المواطن تيخلص اكثر من 57% من جيب ديالو، لحقاش التعريفه الوطنيه ما تبدلاتش من 2006، مع العلم انه القانون المنظم 65/00 تيقول بانه خص تكون مراجعه ديال التعريفه كل 3 سنوات، هذا ما تمش من 2006. ثالثا خصكم تعرفوا باننا احنا كجميع المهن الحره ما عندنا لا تامين صحي ولا تقاعد، وهذا حيف تنقولوا بالنسبه لنا اللي تنصاروا على صحه المواطنين. ايضا طلبنا باش تبدل بعض البنود، لحقاش كاين واحد المزاوله غير شرعيه واللي بغيناها باش هاد المزاوله الغير الشرعيه ما ديال المهنه الطب ما تبقاش. وايضا بالنسبه للهيئه الوطنيه بغينا بانهم يتبدلوا بعض البنود في القانون 8/12. اشنو هما؟ اولا اللي ما مخلصش الانخراط ديالو ما يمكنش يصوت، لحقاش القانون ما باينش. ثانيا انه كل باش تكون واحد التمثيليه معقوله وتمثيليه اللي تتجسد المهن في الطب، بغينا يكون كل الفئه تصوت على الفئه ديالها. وما نقبلوش بان شي واحد زايد علينا في المواطنه ديالنا، وشكرا. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.